عملت لك مفاجأة، عملت حسابك في الشاي معايا. اهلا بيكم، مرحبا بيكم، معاكم رام وحيد. يا جماعة، ازاي تثبت جودة اليوتيوب على الموبايل بتاعك بحيث ان لو عندك اطفال بتستخدم اليوتيوب على الموبايل ما يخربوش بيتك في الباقة بتاعت الانترنت، سواء الموبايل اللي هي 4G او سواء الراوتر عندك في الواي فاي. زي ما كلنا عارفين ان الفيديوهات على اليوتيوب اكتر حاجة ممكن تخلي الباقة تخلص معاك، زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات ان انت ممكن توفر 65% او اكتر. اللي يهمنا فيها البلاير اللي هي الشاشة بتاعت اليوتيوب، تضغط عليها 65% واكتر من كده كمان عن طريق ان انت تقلل جودة اليوتيوب. وطبعا مش هتفضل تقللها في كل مرة انت بتشغل فيها الفيديو، لان اليوتيوب لحد دلوقتي ما عملش الفيتشر دي او الخاصية دي ان انت تحدد الجودة بتاعتك بشكل دائم. تعال بقى نشرب كوبايتين الشاي مع بعض واوريك ازاي نعمل الموضوع ده على الموبايل. احنا مش هنستخدم الابلكيشن بتاع اليوتيوب نفسه، يعني ابلكيشن اليوتيوب احنا زي ما قلنا مفيش فيه الفيتشر دي. ناس ديفلوبرز او ناس مطورين بداوا يجيبوا تطبيق اليوتيوب وعملوا منه نسخه تانية سموها يوتيوب بينك. خلينا نشوف على الموبايل بشكل اسرع احنا هنعمل ايه. احنا هنفتح الموبايل بتاعنا عادي جدا مفيش اي مشاكل، وبعد كده نفتح عندك جوجل كروم. تمام، بعد ما تفتح جوجل كروم هتكتب على السيرش بتاعك، هنكتب يوتيوب بينك. تمام، BINT. وبعد كده هتلاقي لينك ظهر لك في الاول اللي هو youtube-ping.en مش عارف ايه كده، هتلاقيه مكتوب في تور اب اسمه ابيتويد تقريبا او حاجه زي كده، مش عارف انطق اسمه كويس. المهم هننزل الابلكيشن من خلال الويب سايت ده والويب الكوكي بريفرنس. ممكن نضغط allow للكوكي مفيش اي مشاكل، وبعد كده هنضغط داونلود. هيتلاقي بعد كده يقول لك your download is starting، هيحمل، هنستنى محمل. هي التحميل بيبقى على جوجل، ظهر لك رسالة امان او حاجة زي كده اللي انت بتحمل من برا جوجل بلاي، بس الموضوع انا متأكد ان هو سيف، فناس كتير جدا بتستخدم الابليكيشن فاوكي انا متفاهم حاجة زي كده. هنتظر لحد ما الابليكيشن يحمل، بعد كده هعمل open لي ونيجي نحمله. هتيجي تلاقي ابليكيشن تاني بيشتغل، فانت هتقول اللي بيحصل ده مش يوتيوب بينك، ايه الكلام ده، هاكر، حد هيخترق الموبايل ولا ايه بالظبط؟ اقول لك لا، انت لازم ببساطه عشان تحمل ابليكيشن من الموقع ده لازم تحمل الابليكيشن بتاع الموقع ده. الابليكيشن ده عامل زي جوجل بلاي كده او الاب ستور. المهم هتضغط انستول. بعد ما احنا نزلنا الابلكيشن نقدر من خلال الابلكيشن ده نقدر نحمل بقى تطبيق اليوتيوب بينك اللي انا كنت بنتكلم عليه من شويه. احنا هنعمل هنا سيرش، هنكتب يوتيوب بينك. تمام، بس لو احتجت ان انت تعمل سيرش هتعمل له انستول من خلال التطبيق ده. طبعا هتسمح للتطبيق ده ان هو يعني يعمل داونلود للابلكيشن ويعمل له انستول. تمام، هننتظر بس لحد ما يحمل. وبعد ما التطبيق بينزل معاك بقى خلاص تبدا تفتح الابلكيشن، تلاقي يوتيوب عادي جدا جدا جدا، نفس الفيرجن بتاعت اليوتيوب العاديه بتاعتنا، لكن فيها فيتشرز كتيره مختلفه. طبعا لما هتيجي تضغط على التابه اللي هي اللي فوق هنا اللي هي علامه الراجل ده، بعد كده تضغط على السيتنج. طيب عندك الاعدادات دي بقى اللي هي الاعدادات العاديه جدا بتاعت اليوتيوب، اللي هي الجيت يوتيوب بريميوم جنرال اوتو بلاي والحاجات دي كلها مفيش اي مشاكل فيها. احنا عايزين الاوبشن اللي قبل الاخير خالص ده، نضغط عليه هتلاقي عندك الفيديو سيتنجز اللي هي اعدادات الفيديو. الاوبشن بقى اللي يخصنا واللي هيثبت اليوتيوب عندك على الموبايل ثابت تماما ما يتغيرش، اللي هو الاوبشن رقم 2 هي البريفيرد فيديو كواليتي اون واي فاي او على الواي فاي. بدل ما هي اوتوماتيك انت تختار بقى اي جوده من الجودات دي، مثلا احنا هنختار 360 او هنخليها مثلا 144. تمام، عندك برضو البريفيرد فيديو كواليتي للموبايل دي اللي هي الداتا، لو انت عندك 4G او داتا 4G وعايز توفر ال 4G والداتا تختار الجوده اللي انت تعرضها عليها. انا عن نفسي على ال 4G دايما بشغل 240 لو هتفرج على مسلسل او حاجه زي كده، او 144 لو انا هتفرج على حاجات سريعه. anyway احنا هنخلي الاوبشن بتاع الموبايل 144، وعلى الداتا احنا قلنا هنخليه 144 برضو كتجربه. ونرجع كده نشغل اي فيديو، نشوف بس فيديوهات تكون ملهاش كوبي رايتس عشان خواطر عمك اليوتيوب. تمام، عندك الفيديو ده مثلا لما تيجي تشغله، لما تيجي تشغله طبعا الجوده ما شاء الله عليها اللي مش لطيفه خالص، بس الكواليتي ثابته على 144 مش تلقائي، يعني هو مش معمول اوتو، لا هو ثابت على 144. تعالى كده نرجع تاني للاوبشن، الاوبشنز اللي موجوده، نضغط على سيتنجز، فيديو سيتنجز، نخليها مثلا 480. طبعا انا مش هختار 480، احنا بنجرب بس مع بعضينا. تمام، ونيجي نشغل الفيديو. عندك الفيديو اللي تيجي تشغله هتلاقي المفروض عرض لك بجوده 480 وعامل سيلكت عليها مش عاملها على اوتو. طبعا انا بسرع الفيديو بسرعه على قد ما اقدر عشان انا عارف انت زيت، بس يعني ايه
كله عشان خاطر الافاده. فخليك معايا لغايه الفيديو للاخر عشان لسه في حاجات مفيده هتفيدك في الموضوع ده. كل ما بتشغل فيديو بجوده عاليه كل ما ياخد من الباقه بشكل اكتر، تمام؟ ده كده بالنسبه لتثبيت الباقه او تثبيت جوده الفيديوهات لقيمه قليله عشان نخلي الباقه تكمل معانا للشهر، سواء موبايل او 4G او باقه الانترنت. بالنسبه للي عنده اطفال يختار افضل اعدادات ايه؟ بص، افضل اعدادات للاطفال عندك في البيت على الابلكيشن ده تختار الواي فاي اقل جوده ممكنه. الاطفال مش هتفرق معهم الجوده، انت هتختار 144 بكسل وده هيوفر معاك في الباقه اكتر من 99%. بالنسبه للطفل هو بيتفرج على كرتون، بيتفرج على حاجات كلها الوان، فمش هتفرق معاه الديتيلز قوي، وانت بالنسبه لك اللي هيفرق معاك ايه؟ جيبك. وبما ان احنا فتحنا الابلكيشن ده ونزلناه، خلينا كده نتكلم على خاصيه لذيذه جدا 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 بتدفع ليها فلوس على الابلكيشن بتاع اليوتيوب العادي. انا متاكد انها هتعجبكم جدا، موجوده في الابلكيشن ده وببلاش من غير اي مصاريف زياده او اي حاجه. لان مثلا نشغل حاجه من هي اللي فيها موسيقى او صوت كده عشان اوريك. تمام، دي كده فيديو شغال اهو. شوف بقى المفاجاه والحاجه الجميله، ده الفيديو شغال لما بتيجي تتفرج عليه. لما تيجي تشغل موسيقى دايما وجيت تقفل الشاشه ايه اللي بيحصل؟ الفيديو بيقع. بص بقى اللي هيحصل عزيزي المشاهد. اقفل شاشتك عادي جدا واسمع الموسيقى اللي انت عايزها. مش كده وبس، لما تيجي تفتح هتلاقي الفيديو شغال عادي جدا. مش كده وبس، انت ممكن تطلع بره كمان عادي جدا 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 وتقعد تتصفح موبايلك كانه ميوزك شغاله في الباك جراوند عادي، مفيش اي مشاكل. حاجه جميله جدا، حاجه جامده جدا. ياما اللي عايز يشغل قران وهو سايق وهو قاعد وهو نايم وبيقفل الشاشه، بس دي هتنفعك. ياما الناس اللي عايزه تنام على الوايت نويز وبيبقى الوايت نويز موجوده عندك على اليوتيوب بس مش عارف تعملها داونلود، شغل الوايت نويز بتاعتك تقفل الشاشه تخش تنام، وبعد ما الفيديو ما يخلص توقف الفيديو عادي، مفيش اي مشاكل. وبس كده عزيزي المشاهد، نهاية الفيديو حابب اوضح لك ان انا لو كنت قدرت اقدم لك معلومة مفيدة فانا سعيد جدا 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 ان المعلومة دي مفيدة ليك، سعيد جدا بصداقتنا القليلة الصغيرة دي، واتمنى ان الصداقة تدوم اكتر من كده، تضغط لايك سبسكرايب عندي وتبقى صديق ليا مدى الحياة عندي على اليوتيوب. ولحد كوباية الشاي الجاية متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان لما ينزل فيديو نشرب في كوبايتين شاي مع بعض. السلام عليكم.